التشويق التشويق سسبنس، يعني دايما كان عندي شك في ان احنا نعرف نعمل الكلام ده. الامريكان والفرنسويين يعملوا الكلام وهو نفس الفيلم، هو نفس المسلسل ونفس القصه، وتبقى قاعد مشدود ومشدوخ. المسلسل ده الليله واللي فيها الست حلقات بتبقى قاعد مشدود ومشدوخ، ومفاجآت لا تتخيلها ولا تتوقعها. هو نمره واحد في مصر على شاهد، مشاهدة كبيرة جدا ومتابعة كبيرة، وإنجاز عظيم من كل اللي اشتغلوا في هذا العمل. معانا زينة، أهلا زينة، ألف مبروك. أهلا بيك. الله يبارك. ومعانا مؤلف هذا المسلسل أستاذ محمد رجاء، أهلا بيك. أهلا بيك. أما قريتي فكرتي في إيه؟ ده احنا لما شفناه يعني تعبنا. أنت أما قريتي فكرتي في إيه؟ هو أنا أول ما قريت هتقول ايه ده 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 وبقت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايوه كنت مخضوضه جدا طبعا، مش عارفه ده انت بتعمله ده ازاي، مش عارفه. لانه من القرايه لما تتخض كده، يعني ممكن المؤثرات في حاجات في الشغل تخلي توصل المشاهد لدرجه من الشده دي، انما في القرايه كمان ان انت بتقرا حاجه انت ده على الورق وانت ايه ده 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 وبتهته بقى.